اهو ايش هذا يا جماعه الخير؟ والله المسلسل هذا بيجنني. جورج مارتن هذا بيلحس مخي. لا اله الا الله، لا اله الا الله. تعرف لما يقول لك صناعه الصور المتحركه، صناعه الترفيه، صناعه الدهشه والاثاره، يا اخي اقسم بالله اشتقنا لهذه الاجواء، اشتقنا لهذا التشويق وهذه الاثاره وشعله الحماس اللي تخلي شعر الجسم يوقف. شكرا شكرا اتش بي او، شكرا جورج ار مارتن، شكرا لكل طاقم عمل صناعه هذا المسلسل وهذه الحلقه بالتحديد. هيك لهم الحلقه الحلوه، هيك لهم الحلقه القويه. يا شيخ اشكر ام الطاقم الطبي اللي اشرف على ولاده لا خلاص والله طبلت كثير، وين رايح يا وجهي؟ وين رايح يا وجهي؟ كفايه تطبيل، والله اني ودي اطبل الى ان تنشق الطبول، بس ما عندكم وقت انا عارف، بس حقيقي يا الله يا الله حلقه فاخره من الاخر. ويا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. ليش اكثر عليكم كلام؟ ليش اكثر عليكم هرج ما له لازمه؟ انتوا عارفين انا وش اطلب منكم في بدايه كل فيديو وفي نهايه كل فيديو، ظبطوا المظبيط يا جماعه وخلونا نخش في الكلام اللي جوته كلام. اقلع ام الحلقه القويه. اوكي اخر تطبيل. الحلقه التاسعه وصلت عزيزي الوجيه، وبقدر التطبيل اللي جاها بواسطه النقاد والناس اللي شافوها قبل عرضها، الا انه بالفعل وللامان الحلقه كانت قد التطبيل اللي جاها. انا عاده يا جماعه ما اقيم الحلقات، انتظر لنهايه موسم واروح اقيم الموسم كله بشكل عام، ولكن للامانه هذه الحلقه اجبرتني اني ادخل على موقع اي ام دي بي واسجل دخول بحسابي وادخل على المسلسل واختار الحلقه التاسعه بالتحديد واقيمها 10 من 10. وانت كمان لازم تسوي نفس الشيء، ولا تقيمها 10 من 10 كذا ببساطة، لا قيمها 10 من 10 كذا بعدوانية بعنف. هذا المسلسل ما يعرف بكل حب بكل لطافة، لا لا لا، لازم تعامل هذا المسلسل بكل عدوانية وقسوة وقلة حياة، بس برضو تكون ايش؟ مغلفة بالحب والاحترام والتقدير، لأنه الشغل هذا مش أي كلام، شغل مرتب، شغل يخليك تقول له تحية. بدأت الحلقة داخل البلاط الملكي، ولكن للأسف القصر اليوم حزين، القصر تعيس، مغادرة الملك فيسيريس لهذا القصر ومفارقته للحياة ما كانت سهلة أبدا. القصر حزين، البلاط بكبره حزين، حتى الشموع والستاير والنوافذ والأبواب والطرقات والأزقة مرة حزينة. وبالرغم من أنه العرش الحديدي كان يرفض فيسيريس، إلا أنه حتى العرش الحديدي اليوم كان يبدو حزين بعد فراق هذا الملك الطيب واللي كان يتمنى السلام ولا شيء سوى السلام. واللي زاد المشهد هذا حزن وتعاسة يا جماعة هي موسيقى رامين جوادي الرهيبة والجميلة جدا. الموسيقى يا جماعة قدرت انها تتغلغل مش بس لإذني، حتى وصلت لأعماق روحي. شوف يا وجيه، اذا بتقعد تطبل وقف رجاء، احنا نبغى مراجع ما نبغى تطبيل. لا ضير في قليل من التطبيل يا اخوان معليش. عموما الموسيقى كانت جدا رائعه، فشكرا شكرا رامين جوادي. وصل الخبر الى الملكه اليسنت العفيفه الطاهره الغلبانه اللي ترفض الرذيله وتدعو للاخلاق، اللي جلست تطلع سيقانها اللارس الاعرج وجلس الله يقرفكم يا قذرين، لعنة الله عليك يا أليسنت انت ولارس الأعرج. بنرجع للمشهد هذا بعد شوية. عموما وصل خبر وفاة الملك فيسيريس لأليسنت، وكالعادة يا جماعة بدأ ينتشر الخبر بشكل تدريجي، وبالرغم من انه أليسنت وأوتو هايتاور حاولوا يتكتموا على خبر موت الملك فيسيريس قدر الإمكان، ومثل ما توقعت في آخر حلقة يبدو انه الشريفة أليسنت فهمت فيسيريس غلط، وتوقعت انه يقصد بايجون، هو كان يقول رؤيا وحلم ايجون، فهمت انه يقصد بايجون هو ايجون الفاسي ولدها، فهمت انه كلام فيسيريس انه ايجون ولدك المعفن الرمة الزبال هو اللي المفروض يصير ملك. ممكن تكون أليسنت فعلا فهمته غلط، وممكن هي اللي اختارت تفهمه غلط. النهايه البنت مفروض ما عاد نثق فيها يا جماعه، بالذات بعد حركاتها اليوم. يا عمي اوتو هاي تاور لما جلست تحكيه عن كلام فيسيريس قبل ما يموت اعطاها نظره علينا الملك فيسيريس قال لك كذا قبل ما يموت ياها. عموما يا جماعه الملكه قالت كلمه، وايش نقول يا شطار؟ سمعا وطاعه. هم قصدهم كذا اوتو هاي تاور سمعا وطاعه اللي تشوفيه ملك. اجتمع مستشاري الملك في طاولتهم البائسه هذيك علشان يحاولون يوصلون لقرار وخطه متماسكه لتنصيب ايجون الفاسي كملك. وقبل ندخل في اي تفاصيل يا جماعة، اوتو هاي تاور قال عبارة جدا مهمة على السريع، وهي انه في 2 من قادة حرس المدينة اللي كانوا يلبسوا عبايات ذهبية ما زالوا موالين لديمون. ولا ادري هل الكلام بيكون له تأثير في المستقبل، او الاثنين هذولي بالتحديد راح يكون لهم تأثير في المستقبل، ولكن خلونا ما ننسى العبارات هذه، ربما تكون ايش لها تأثير مستقبلا. ممكن نشوف هذول الاثنين في صف ديمون مستقبلا
اولا لما تبدا المعارك والحوزه. ويبدو انه مجلس المستشارين كانوا يخططون من زمان من قبل ما يعشق فيسيريس، وهم يخططون كيف نجلس ايجون الفاسي على العرش. الا اللورد المسكين لايمن المسؤول الاول عن الخزانه الملكيه، الادمي كان معارض تماما لهذا المخطط، واللي على ما يبدو انه كان مغيب اصلا ولا كان يدري عن هذا المخطط. ايش اللي ايجون الفاسي يصير ملك؟ وين احنا يا ابوي؟ انا اعرف فيسيريس وفاهمه طبخه اكثر من اي واحد منكم يا شويه خونه وشرذمه، ومستحيل اسمح لايجون الفاسي انه ياخذ العرش من وريثته او من وريثه العرش رينيرا. لو كمان تبغوني اصدق انه اللي قال الكلام هذا فيسيريس والشاهد الوحيد وقتها كانت اليسنت اللي هي ام ايجون، ايه خير ان شاء الله. كلام جوته كلام يا لورد لايمن، بس انا اسف لك وقبلة كبيرة على رأسك لولائك وإخلاصك، بس انتهاب المطاف ايش؟ دبج على الطاولة. والله يكسر يدك يا كريستون الكلب، الله يكسر يدك يا كريستون البكاية البزر النفسية المشخص، ايش اقول عنه؟ ايش اقول؟ ايش؟ الله يكسر يده، الله يكسر يده. وبالرغم من ان موتة هذا الانسان الطيب والشريف والموالي للملك فيسيريس ما عجبتني صراحة، دبج مات على طول، اوكي تمشي يا جماعة، بس استيل الله يكسر يدك يا كريستون. عموما اقترح اوتو هايتاور انه الان راح ندخل في مشاكل يا جماعة، ولازم اننا ايش نسوي؟ نقبض على رينيرا وديمون ومن معاهم. وفيما معنى يعني كلامه في حال انه ما كان واضح بالنسبة لك، اما يوافقوا على حكم ايجون الغازي الفاسي، عفوا يخسي ابو زق ذا يكون الغازي، يا يوافقوا على حكمه ولا ايش؟ الموت. العجيب في الموضوع انه كل اللي في المجلس كان موافقين، يب خلونا نقتل رينيرا واللي معاها، وسواء اتفقوا ولا متفقوا السيف راح يشيل رقبة كل شخص معارض لحكم ايجون الفاسي. وفي كلا الحالتين يا جماعة كلنا عارفين انه رينيرا وديمون مستحيل ينتهي فيهم المطاف ميتين كذا على غدرة، اكيد في معارك، اكيد في قلة حياة جاية في الطريق. وحتى وان قرر اوتو هايتاور انه اوه خلينا نروح نكلم ديمون ورينيرا نقول لهم يا جماعة والله الملك فيسيريس قال لأليسنت انه لازم نخلي ولدك هو اللي يحكم اللي هو ايجون الفاسي، مستحيل ديمون ورينيرا يقولوا اوه والله جد، اوكي ليتس جو. رقصة التنانين قادمة يا جماعة لا محالة، رقصة التنانين اللي انا ما كنت فاهم معناها يبدو انه اتضحت ملامحها خلاص. وفي حال انك ما زلت يعني مضيع مثلي سابقا ومن تداري ايش سالفة ام رقصة التنانين اللي تداولوها في السوشيال ميديا، احب اقولك انها الحرب عزيزي الوجيه، انها الحرب، الحرب قادمة ما بين التنانين وسادة التنانين. ويا عالم وش مخبيت لنا رقصة التنانين، ويا عالم وش مخبيت لنا من هز وسط ورقص وقرقعة سيوف. بس لحظة يا جماعة، ترى أليسنت رافضة لهذا الحل تماما، حكاية اننا نقتل رينيرا وديمون وعيالها هذا الحل غير مناسب ابدا، بالرغم من انه هذا الحل سياسيا يعتبر حل قاسي جدا اي نعم، ولكنه شر لابد منه في السياسة هذا حل. خلونا نقول انه اوكي والله ديمون ورينيرا قالوا اوكي يا جماعة مدام الملك فيسيريس قال كذا خلاص امر الله، وصار ايجون الفاسي ملك بكل حب ومن دون مشاكل. تتوقعون انه ديمون ورينيرا ما راح يقلبون في اي فرصة تجيهم؟ راح يقلبون. فلذلك كان حل اوتو هايتاور ايش؟ اقتلهم يا ابوي وقفل الليلة خلاص، لا تخلي ولا اي احد ممكن يعرض حكمنا في المستقبل. حلو الكلام؟ لا والله مش حلو الكلام يا وجيه، بس كمل امر الله. عموما اوتو هايتاور في نهاية الجلسة هذه اعطى الامر بشكل رسمي، طلب من قائد الحرس الملكي وسترلينج شخصيا وقال له شيل لك شوية فرسان وانطلق على دراغون ستون وغلق الليلة بكل هدوء، اقتل رينيرا واقتل ديمون واقتل كل شخص ممكن يعرضنا مستقبلا وغلق الليلة وارجع. ولكن وسترلينج شريف ايش قالوا لكم؟ زي الكلب، زي الكلب هذا التبن كريستين، لا الآدمي نبيل والشريف ولاؤه لا يقدر بثمن، رفض تماما هذا الحل وخلع عبايته وحطها على الطاولة وقال لهم سلام عليكم، الخيانة دي انا مش قابل فيها. والله ونعم، والله ونعم بالله، كان تاخذ كريستين معاك كده غصبا عن خشمه وتعلمه الولاء وتعلمه ايش يعني احترام وحب للمملكه وتعلمه يبطل شخصنة الامور التافهه. اها طبعا اكيد جاء في بالك سؤال عزيزي الوجيه، ليش خلوه يخرج كده يرمي العبايه ويفقع؟ ليش ما قتلوه بحكم انه معارض لهم؟ حبيبي
هذا قائد الحرس الملكي، صدقني لو بس قالوا اه غير يشلوطهم كلهم في ذاك المجلس ويمشي، ما يخلي الا رؤوسهم على الطاولات. غير انه الجماعه اوتو هاي تاور واليسنت ما يبغوا مشاكل، كفايه ذاك المسكين صقع راسه على الطاوله ومات. ايجون الفاسي فقع اختفى، ايجون الخبل اللي ما يدري وين الله حاطه اختفى فجاه، وينه يا ولد؟ يا ولد وين الولد؟ وفي اهم يوم من ايام المملكه يختفي، الله يقلعك يا شيخ. وعلشان تعرفون قد ايش الوضع فوضوي ومأساوي داخل القصر، اليسنت ارسلت كريستون وايموند علشان يروحوا يدوروا على ايجون، وقالت لهم جيبوا لي انا. وفي نفس الوقت اوتو هاي تاور ارسل اريك واخوها التوأم وقال لهم روحوا جيبوا لي ايجون الفاسي وجيبوه الين عندي. الفوضى داخل القصر اوريدي بدات بين اليسنت وبين اوتو هاي تاور، كل واحد يبغى يمشي الامور بطريقته. اي نعم هدفنا اننا ننصب ايجون الفاسي كملك، بس انا ابغى اسويه بطريقتي، واوتو هاي تاور يبغى يسويه بطريقته. وبالرغم من انه اوتو هاي تاور كانت توجيهات واضحه جدا للتوأم، الا انه احد التوأمين ما كان راضي عن قله الحياه والخيانه اللي صايره داخل القصر. وبنرجع لهذه النقطه بعد شويه. انطلق الجماعه يدورون على ايجون الفاسي، دوروا عليه في بيوت الدعاره، دوروا عليه في الازقه والطرقات، ولكن لا وجود لايجون الفاسي، اين هو يا ترى؟ او 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 او, أو, أو انه ما عاد صار يروح لبيوت الدعاره من سنوات طويله. ليش ما عاد يروح لبيوت الدعاره؟ الادمي يحب بيوت الدعاره، لانه ببساطه ملأ بطون العاهرات بابناء الزنا. طيب اخذ عياله، انتبه لهم، عرضهم للتبني؟ لا، يا لجرمك يا ايجون الفاسي. الادمي كان يخلي عياله يكبرون يطنشهم، الادمي طنش عيال الزنا ذول اللي زرعهم في بطون العاهرات وخلاهم يكبرون، وكان يرميهم في مكان ما في المدينه ويخليهم يتقاتلون مع بعض. اوكي يمكن اللي شفناهم هذوليك ما هم عيال ايجون الفاسي كلهم، بس تاكدنا انه ايجون عنده عيال زنا كثير مشردين في الشوارع. وبدل ما صار يهرب من القصر ويروح لبيوت الزنا علشان يمارس الرذيله، الاخ كان يجي لهذا المكان ويتفرج على الاطفال وهم يتقاتلوا ما بينهم البين. كانوا يطولون لهم اظافرهم ويحدوا لهم اسنانهم علشان يخلوهم يتضاربوا كانهم حيوانات. وهذا يا جماعه يورينا بشاعه ودناءه ووطاءه ايجون الفاسي. الرجل الشريف والطيب ما يسوي كذا ابدا. بيوت الدعاره ممكن يزوروها الحيوانات، ممكن يزوروها الطيبين، ولكن مستحيل احد يخلي ابنائه وان كانوا ابناء زنا مشردين في الشوارع بهذا الشكل، الا واحد واطي وكلب وحقير وفاسي مثل ايجون. وفي النهاية طلع ايجون وين؟ طلع مع الدودة البيضة اللي زمان كانت عاهرة مين؟ كانت عاهرة ديمون. انا اسف يا جماعة على المصطلحات اللي بنستخدمها في حلقة اليوم، بس الحلقة قاعد تقول كذا، الحلقة كلها اليوم بيوت دعارة وقذارة وقلة حياة ومسخرة، ما يحتاج ابرر لكم يعني. عموما يا جماعة الدودة البيضة او البنت هذه طلعت داهية ومسوية شبكة استخبارات بنت 66 كلب، بل انه وصل خبر موت الملك في سيريس لها قبل اي شخص ثاني. يا رجل اوتو هاي تاور لما كان جالس معاها وقالت له تعازية الحارة في موت الملك في سيريس، اعطاها نظرة وظف، هذه وش درى اهلها؟ كيف عرفت؟ بس في نفس الوقت عرف انها مش سهلة، وعرف انه لازم ينتبه منها او على الاقل ايش يضمها لصفه. البنت مصيبة، عندها جواسيس في القصر، جواسيس في الشوارع، جواسيس في كل لفة. عشان لا نطول في الكلام، الدودة البيضاء داهية ومصيبة. حلو، عموما وافقت انها تسلم ايجون لاوتو هاي تاور، ولكن بشرط. ايش الشرط يا سلام؟ انك تحرر الاطفال الغلابة هذول اللي جالسين يتقاتلوا مع بعضهم، اللي على ما يبدو انه جزء كبير منهم عيال مين؟ عيال ايجون الفاسي. وختمت كلامها مع اوتو هاي تاور وقالت: بعد ما يرجع لكم ايجون الى البيت، وبعد ما يجلس على العرش الحديدي كملك، تذكر انه انا الدودة البيضاء اللي رجعته لكم. فيما معناه يعني لا تنساني اوتو هاي تاور، ضبطني وزبطك مستقبلا يعني. اوتو هاي تاور قال له اوكي ما راح انسى، حظبطك وحتظبطيني. عموما يا جماعه ايجون رجع للبيت، وبالرغم من انه ابدى عدم اهتمام واضح وصريح وقال انه ما يبغى لا ملك ولا يبغى حكم ولا عرش حديدي ولا اي تبن، الا انه لما شاف التاج ولما شاف هتاف الناس له باسمه وهيبة العرش وصرخات الناس له، يبدو ان الوضع اعجبه. ولكم ان تتخيلوا ان ايجون الفاسي، ايجون القاسي اللي اطفاله مشردين في الشوارع، بيصير ملك. عن اي ماد كينج تكلموني؟ عن اي فاسي كينج تكلموني؟ ايموند كان وده يصير الملك يعني، ابدا اهتمامه وقال يعني انا الوريث الثاني خليه في حريقه جعله ما يرجع بلا بلا بلا. وصدقوني يا جماعه لو ايموند صار الملك انا اتوقع انه اهون من ايجون الفاسي، وتذكروا كلامي، وستبدي لنا الايام ما كنا نجهل. وفي حوار جدا شيق حصل ما بين اليسنت واوتو هاي تاور، انكشف لنا فيه تطور شخصيه اليسنت بشكل جدا جدا
واضح، وكيف انها خلاص حرفيا ما عادها البنت اللي تقضم اظافرها وتقطعها، وانه صار لها وجهات نظر خاصة فيها بعيد عن ابوها. اعترفت أليسنت في حلقة اليوم لابوها بشكل جدا واضح وقالت له بص يا حبيبي، بص يا بابا، انا كنت دميتك زمان، صحيح انك زوجتني في سيرس، صحيح انك توجتني ملكة، بس ترى انا ما طلبت هذا الشيء ابدا، ولكن بما اني الان وسط هذه المعمعة وبما انك رميتني وسط الطين والعجين هذا، القرار قراري من اليوم ورايح. كفاية بقى يا بابا تحركني يمين وشمال، ايقون الفاسي معايا ووريث العرش الحديدي، الامور الان بين يدي ويده. سو أليسنت تقول انه قتل رينيرا ما راح يتم، وقالت انا راح اتواصل معاها بطريقة مناسبة وراح اخليها توافق على خلافة ايجون للعرش بداله. ولعلنا شفنا شمعة امل بسيطة في روح أليسنت هنا. البنت صح انها طلعت هي الأخرى، ولكنها ما زالت تفكر في السلام كحل أساسي قبل كل شيء. قالت هذا الكلام لعيون فيسيريس، أنا ما أبغى أقتل رينيرا لأنه فيسيريس مستحيل يؤذيها، ولكن أوتو هايتاور أعطاها نظرة علينا يا بنتي. لعيون فيسيريس أجل، ها؟ مش لأنه رينيرا صديقة طفولتك و... عموما في النهاية خضع أوتو هايتاور، نعم خضع، شفناه كذا خاضع، ولا أدري هو خضع لكلام أليسنت فعلا ولا هذا خضوع مؤقت إلى أن يجد خطة بديلة وحل آخر. وتذكر أنه في صفه مين؟ الدودة البيضة. والحين ترى عندنا في الخلفية حرب باردة ما بين أليسنت هايتاور وأوتو هايتاور، شئنا أم أبينا الحرب هذه موجودة. هي صح ما هي حرب كبيرة، بس إنه إيش الاثنين ذولي بيتصادموا كثير. نجي للمشهد المقرف واللي خلاني أقول وذف، يب أقصد المشهد اللي حصل فيه حوار بين أليسنت ولارس الأعرج. إيش هذا؟ أول حاجة يا جماعة، لارس الأعرج غير إنه داهية وشيطان ومصيبة كبيرة، هو كمان طلع غريب أطوار اللعنة. إيش أم غرابة الأطوار اللي أنت فيها؟ إيش المشهد الغير مريح هذاك؟ اتضح إنه حوارات أليسنت ولارس الأعرج تتم في طقوس معينة، طقوس جنسية، أنا آسف على الكلمة، في طقوس جنسية تتم علشان تقدر أليسنت تاخذ معلومات من لارس الأعرج. واتضح انه لارس الأعرج يستثار جنسيا اذا شاف رجول النسوان، او بالتحديد رجول أليسنت. والله اسف يا جماعة، انا اسف على الكلام هذا، بس الكاتب عاوز كده والله. في هذا المشهد لارس كان عنده سالفة وكان عنده عتب. السالفة انه كان يعرف عن شبكة الدودة البيضة وجواسيسها، واقترح على أليسنت انه لازم نقطع رأس الدودة البيضة هذه لانها جالسة تراقب أليسنت، أليسنت عارفة كل صغيرة وكل داخل وكل خارج من القصر. أليسنت اعطتها وضعية ايوه كمل يا لارس. لا معليش يا كوين، يعني تخشلعي شوية كده، حطي لي رجولك على الطاولة. وكمان قال لها انه احد الجواسيس تبع الدودة البيضاء هي تاليا. تاليا لو انكم ناسين هي خادمة أليسنت اللي في بداية الحلقة نقلت لها خبر موت سيرس، واللي تساعدها في امورها الخاصة ومرافقة لها بشكل عام. هذه المعلومة بس توريكم قد ايش الدودة البيضة ما هي سهلة وناشرة جواسيسها في كل مكان. المهم يا جماعة، أليسنت اعطتها وضعية ايوه كمل يا لارس. معليش يا كوين، ممكن تتخشلعي كمان شوية يعني علشان اقدر اكمل. لازم نقتل الدودة البيضة، مش بس لأنها جاسوسة، لأنها كمان في صف أبوكي أوتو هايتاور، وراح تكون هي أحد الأدوات اللي ممكن يستخدمها أوتو هايتاور في المستقبل. يعني لارس قاعد يشيش أليسنت على أبوها بطريقة غير مباشرة، ولكن عنده أدلة تدعم كلامه، يعني الموضوع مش مجرد فتنة. ولو تبغي يا أليسنت إنه نقضي على هذه الأفضلية بحيث أبوكي ما يكون سابقك بخطوة دائما، لازم تخليني أقتل الدودة البيضة. أيوة يا لارس أسلم كمل. معليش يا كوين، بس بعد المعلومة الأخيرة هذه يعني لازم أقفل الليلة. الله يقرفك يا شيخ. خلاصة حوار أليسنت ولارس الأعرج، كانت تقول لازم نقتل الدودة البيضة ونقضي على شبكة الجواسيس تبعها، اعطيني أمر القتل بس واترك الباقي علي. ويب يبدو انه خطة لارس الأعرج القادمة هي انه يقتل الدودة البيضة وبموافقة أليسنت هايتاور. أليسنت صارت شخص آخر يا جماعة، أليسنت معادها الشريفة، أليسنت معادها البنت الطيبة الغلبانة، لا أليسنت صارت يب بيتش. رينيس يا جماعة باقي ما رجعت لديرتها في الدريفت مارك، وتصحى من النوم وتلقى نفسها فين؟ مسجونة في غرفتها. أحا، ما اتفقنا على كذا يا هو؟ تحبسوني في غرفتي يا ولد 66 كلب؟ وفي حوار بائس لاحقا دار بينها وبين أليسنت، حاولت أليسنت انها تقنعها بولاية ايجون، وفيما معناه انه يا رينيس احنا شوية نسوان في هذا العالم، وان لم يشاء القدر اننا نكون ملكات وصاحبات قرار، فواجبنا اننا نوجه الرجال ونساعدهم
على حفظ السلام قدر الإمكان، ونساعدهم في اتخاذ القرارات السليمة قدر الإمكان. ولكن يا جماعة، رينيس الملكة التي لم تكن الملكة اللي أصبحت ملكة في قلوبنا بعد حلقة اليوم، ما عجبها الكلام الفاضي تبع أليسنت، ولاحقا إيش صار؟ هربت مع الأخ التوأم اللي برضه كان يرفض حكم أيغون الفاسي. ولأنه رينيس كانت تفكر في تنينها، مستحيل أهرب من دون تنيني، أثناء الهروب اختلطت بعامة الشعب لسوء حظها، وبرضه ولحسن حظها لما اختلطت بالشعب واضطرت إنها تمشي معاهم، اكتشفت إنه الشعب ذول متوجهين لوين؟ للدراغون بيتس أو الدراغون أو عش التنانين. أصلاً كذا لما شافت الوجهة وقفت كذا وابتسمت، أعطتها ابتسامة، تعرفون ابتسامة أوه يا سلام يا سلام يا سلام، أنا كنت أدور على تنيني، الحين هم بيودوني لعند تنيني بنفسهم. حلو حلو حلو. اجتمعت الحشود، امتلأت الساحات، ارتفعت السيوف تمجيدا وتبجيلا لأيغون الثاني من اسمه، وارتفعت الهتافات باسمه ولاء وخضوعا لحكمه. لبس أيغون تاج أيغون الغازي وأعطي سيفه كذلك، وبالرغم من رفضه الملك والعرش الحديدي، إلا إن هتافات الشعب باسمه غيرت منظوره لقضية الملك، وأصبح الآن يرغب بالملك أكثر من أي وقت آخر. ولأننا في عالم جورج آر مارتن يا جماعة، مستحيل تنتهي الحلقة بمشهد تافه كان مغلف بهيبة للأمانة، إلا أن صناع المسلسل أنهوا هذه الحلقة بأحد أجمل وأروع المشاهد، وهي لحظة خروج الأميرة رينيس بتنينها من تحت الأرض، وبصرخات تنينها الرائعة والمخيفة والمهيبة والمرعبة في نفس الوقت، خرجت من الباب بكل هيبة وبكل فخر واعتزاز، بعد ما لطمت لها كم بشري وبعد ما دهست لها كم إنسان يعني على طريقة. هي كانت على بعد خطوة بس من إنها تحرق أليسنت وأيغون وكريستن وكل الحمير تبع أوتو هاي تاور وكل الحمير تبع أليسنت، كلهم كان مفروض ينحرقوا في ذيك اللحظة، ولكن يبدو أن رينيس ما طاوعها قلبها. ماني عارف إيش كان تفكيرها، كان بإمكانها تقتلهم وتنهي أم المهزلة هذه، بس يبدو أنه في حاجة في نفسها خلتها إيش تفقع. صدقوني يا جماعة، لو كان ديمون في ذاك الموقف، في موقف رينيس ديمون، بس بدلوا بينهم، صدقوني كنتوا تشوفوا ذيك القاعة باللي فيها كلهم محروقين. بس يلا، حصل اللي حصل. للأمانة يا جماعة، الممالك السبع في هذاك الزمن ما سبق وتوجت فيها ملكة، بس مثل ما قلت لكم، رينيس ملكة، شاء البشر والعائلات أم أبوا، رينيس ملكة في قلبي وقلب كثير من المتابعين. لاحظوا أني ما قلت الكل، لأني أعرف أنه في خضر وفي سود، في فريقين الحين، أنا مع السود، كلهم عيال كلب. لا تقول لي أوه هذوليك مدري إيش سوى، كلهم عيال كلب. أنا مع الملك في سيرس، إيش كان يبغى في سيرس أنا مع في سيرس. عموما تحية يا أخوان للأميرة رينيس، تحية سمعني، تحية للأميرة القادحة رينيس. يقلع أم المشهد ما أحلاه، يقلع أم جمال الدرع اللي لابسته، يقلع أم الدخول والخروج اللي سوته من ذيك القاعة. دين رقصة التنانين اقتربت يا جماعة، وأتمنى إنه الحلقة الأخيرة الأسبوع القادم تعطينا ولو لمحة بسيطة وتشبع فضولنا وتكون فيها تصبيرة جدا مرضية على الأقل، إلى أن يجي الموسم الثاني بعد سنة. يب، بنشوف الموسم الثاني من هاوس أوف ذا دراجون في 2024. It's okay. ننتظر سنة، سنتين، ثلاثة، ما في مشكلة، أهم شيء لا تجيبوا لنا البقعة اللي جبتوها في Game of Thrones، ما في مشكلة، خذوا راحتكم. يعطيكم العافية يا جماعة، ضبطوا المظبيط، ما يحتاج أعيد لكم المقدمة والنهاية في كل مرة، أنتوا عارفين إيش بتعملوا. كان معاكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.